الرئيس السيسي يؤكد أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد بالشرق الأوسط. حزب الله يطلق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل، وتل أبيب تزعم إحباط الهجمات وتفرض حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بغزة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التجاوب مع الجهود المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري، ما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس السيسي مع كل من وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذراً في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. وناوه السيد الرئيس في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً لإيصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية. كما أكد سيادته ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل الإقليمي المستدام. اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وما تشهد العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الأمنية والعسكرية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا السياق تقدير بلاده لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام، معرباً عن التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد. كما تبع السيد الرئيس الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مشروعات شركة سكاتك النرويجية لإنتاج الطاقة المتجددة والوقود الأخضر في مصر. الاجتماع تطرق إلى موقف بعض المشروعات التي من شأنها تعزيز جاهزية مصر لإنتاج الوقود الأخضر بأنواعه للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضا إلى الدول الأخرى ومن بينها دول القارة الأوروبية. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويأتي ذلك في ضوء استمرار متابعة الخطوات التنفيذية نحو توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية. وأشار مدبولي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاء مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية لدعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وخلال الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، وأوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه. كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث بأحد المصارف القريبة من مدينة المنصورة الجديدة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الفور لإيقاف مصدر تلوث المصرف، مع ضرورة البدء في وضع حل جذري لهذه المشكلة بإنشاء محطة صرف صناعي جديدة، على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ هذه المحطة، وذلك تماشيا مع خطط التنمية للمدينة. أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن. ومن جانبهم أشاد كل من أمين عام نقابة المحامين محمود الدخلي وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد والنائبين ضياء الدين داود ومحمد عبد العزيز بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها في ضوء القرارات المتخذة، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث للارتقاء بقدرات الأشقاء وتطوير أدائهم في كافة المجالات العمل، خاصة المجالات الأمنية. في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الأفريقية والشقيقة، واصلت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عقد دورات تدريبية لصقل المهارات الأمنية للأشقاء من مختلف الدول، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية ل 180 كادرا أمنيا أفريقيا ومن دول الكومنولث في مجالات حراسة وتأمين الشخصيات والمنشآت الهامة وتأمين وإدارة منافذ الدولة ومكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة
وعلم الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، وذلك بأكاديمية الشرطة وعدد من الكيانات التدريبية الأمنية. Le matériel est moderne. Nous sommes ici, nous avons appris et nous avons fait un recyclage du maniement des armes de poing, armes à épaule, et nous avons aussi. Take into consideration the formation of evacuating with the VIP. It's very essential for the training, and we did the one-man evacuation, two-man evacuation, three-man evacuation, and the four-man evacuation. ارتكزت برامج الدورات التدريبية على الارتقاء بقدرات الكوادر المشاركة فيها نظريا وعمليا، حيث تم إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب في المعاهد التدريبية المصرية المزودة بأحدث الميادين التي تحاكي الواقع الأمني المعاصر، ما أكسبهم خبرات كبيرة في مجال هذه الدورات. Auprès du ministère de l'Intérieur égyptien et de la sécurité, à l'Académie de la police du Caire et ici à la direction nationale de la police technique scientifique. And this course which is Forensic and Crime Scene Management here in Egypt. I thank the lecturers, I thank our facilitators, and I thank the Police Academy staff for this great opportunity. I'm here in Egypt to attend the course of Port Security and Border Management. We have learned many things, that including the importance of securing government vital installation, the smuggling of goods, the smuggling of migrants and the human trafficking. وقد أشاد المتدربون خلال حفل تخريجهم بالإمكانات التدريبية التي تتمتع بها مصر وإسهاماتها الفعالة في تقديم الدعم التدريبي للدول الأفريقية والشقيقة بغية تحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم. انتهت هذه الفرصة لتوجيه امتناني وشكري العميق لهذا الصرح الشرطي العظيم مركز بحوث الشرطة، وبنشكرهم على دعمهم المستمر وتنسيقهم المستدام مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تحقيق أحد أبرز أهداف السياسة الخارجية المصرية، وهي تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. L'Arabie d'Égypte qui a accepté de nous accueillir dans ce beau pays et au cours de cette formation vraiment nous avons appris beaucoup de choses. Je pense que au retour dans notre pays nous allons dispenser ces mêmes cours à nos collaborateurs. هذه الدورات التدريبية تؤكد على الاستعداد الدائم من قبل وزارة الداخلية لدعم أشقائها في كافة مجالات العمل الأمني وفقاً لمعايير تدريبية عالمية، وعلى أيدي نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً لنقل الخبرات الأمنية والتدريبية للأشقاء. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة بذل كافة المساعي لمنع التصعيد في المنطقة والانزلاق نحو حرب إقليمية تنذر بعواقب وخيمة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد العاطي مع وزيرة خارجية اليابان هذا، وتوافق الوزيران على حتمية منع التصعيد في المنطقة وتكثيف جهود البلدين الصديقين بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
هذا وتتابع مصر بقلق بالغ التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، داعية لضرورة التكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد. وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار الشاملة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أستاذ فوزي، تحية لحضرتك. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، وقد حذر الرئيس من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان. إلى أي مدى ترى قدرة المجتمع الدولي لمنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة في ضوء زيارة مسؤول رفيع المستوى كتشارلز براون؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا هذه الزيارة بتأتي في إطار المباحثات المصرية المكثفة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم على مستوى السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أولها طبعا مسألة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وثانيها يعني الحيلولة دون اتساع رقعة هذه الحرب لتشمل جبهات جديدة. وهنا الجبهة الأهم في إطار التصعيد الجاري بالمنطقة هي الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال. تزامن هذه المباحثات مع حالة التصعيد التي جرت صباح اليوم وفي الساعات الماضية بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي أضفى عليها المزيد من الأهمية، خصوصا وأن هذه الهجمات ربما تفتح الباب امام المزيد من التصعيد، بما قد ينذر ب يعني الانزلاق الى سيناريو حافه الهاويه او المواجهات المفتوحه على المستوى الاقليمي، خصوصا مع وجود احتمالات بتقديرات عسكريه خاطئه تتجاوز ربما حتى قواعد الاشتباك المعمول بها بين الاطراف الاقليميه في ثنايا هذا التصعيد على مدار الاشهر الماضيه. لكن بالنسبة للجزء الآخر في سؤال حضرتك والخاص بالمجتمع الدولي، في تقديري أن المجتمع الدولي بدأ يتبنى تحركات على مستوى أكبر، ليس فقط ارتباطا بالحرب الجارية على قطاع غزة، ولكن بسبب القلق الدولي من تداعيات الحرب الإقليمية أو التداعيات التي قد تترتب على حالة التصعيد الراهنة في منطقة الشرق الأوسط واحتمالية انزلاق الأوضاع نحو المجهول أو سيناريو المواجهات. يعني أستاذ فوزي، يعني زيارة مثل هذه تعتبر زيارة مفاجئة في الأوساط الإعلامية كلها، لم يكن أحد يعلم بها. هل هي مرتبطة بالتصعيد الذي حدث بالأمس في المنطقة وهذا يشير إلى نذر حرب إقليمية، أم أنه إجراء احترازي لمنع اتساع رقعة الحرب؟ يعني يمكن قراءة هذه الزيارة في بعض التطورات الرئيسية، أولها استمرار المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار والتي ترعاها الآلية الثلاثية التي أطلقتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. التطور الثاني يرتبط بتنامي وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وهي المواجهات التي لم تبدأ في صباح هذا اليوم، ولكن وتيرة التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل آخذة في التنامي منذ يعني خصوصا خلال الأسبوعين الأخيرين ومنذ 31 يوليو الماضي، وهو تاريخ اغتيال القائد العسكري الأهم في حزب الله اللبناني فؤاد شكر. أيضا تتزامن هذه الزيارة مع تنامي وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة واستمرار عمليات الإخلاء للعديد من المناطق ونزوح 90% من سكان القطاع، جنبا إلى جنب مع سعي الإدارة الأمريكية إلى تكثيف هذه الزيارات والضغوط التي تمارس من أجل الحيلولة، أولا دون اتساع رقعة الصراع، وثانيا من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. إذن
أستاذ فوزي، يعني يأتي سؤالي الأخير، وهو هذه الزيارة تأتي في اليوم، من المفترض أن يكون هناك وساطة مصرية قطرية أمريكية في المفاوضات الجارية في القاهرة، ما هي أفق نجاح المفاوضات؟ الحقيقة يعني هذه المفاوضات، ورغم الجهود المصرية القطرية على وجه الخصوص لحلحلة العديد من الملفات الخلافية، إلا أنها تواجه تحديا رئيسيا يرتبط ببنيامين نتنياهو نفسه. نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب، يسعى إلى ترتيب بعض التوازنات المرتبطة بالداخل الإسرائيلي، يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بما يضمن إطالة العمر السياسي لحكومته، ويسعى إلى تحقيق العديد من المكاسب السياسية في ثنايا ذلك، وبالتالي فهو مسؤولية مباشرة عن إطالة أمد هذه الحرب، وربما السعي لتفخيخ مباحثات وقف إطلاق النار كما يفعل دائما منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. نعم، أشكر جزيل الشكر محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أعلن حزب الله اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر، مشيرا إلى أنه قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث تم إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل. من جهتها زعمت حكومة الاحتلال أنها أحبطت الهجمات وفرضت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل جندي بالبحرية وإصابة 2 في العمليات بشمال إسرائيل. يوما بعد يوم تتسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. آخر حلقة من مسلسل التصعيد في المنطقة جاء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث المواجهات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله اللبناني أعلن قصف ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية وإطلاق مئات الصواريخ من طراز كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في لبنان لمنع هجوم كبير للحزب. وفي بيان لاحق أعلن حزب الله أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ردها على اغتيال القيادي الكبير بالحزب فؤاد شكر في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي. الاحتلال الإسرائيلي استقبل الهجمات بدوي لصفارات الإنذار في الشمال، في حين سمع دوي انفجارات حول عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية صواريخ قادمة من جنوب لبنان، بينما أعلنت خدمة الإسعاف أنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد. وفي حين ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الأمني الوزاري المصغر لبحث التطورات الأخيرة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة.
وتصاعدت المخاوف منذ أسابيع من تصعيد عسكري إقليمي أكبر في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ 10 أشهر بعد توعد إيران وحزب الله بالرد على اغتيال إسماعيل هنية في 31 يوليو في طهران واغتيال فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة إسرائيلية. ترأس رئيس الوزراء اللبناني نديب ميقاتي اجتماعا وزاريا طارئا لحكومة تصريف الأعمال في مقر إقامته لمناقشة آخر التطورات في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان. خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة أنه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد، معتبرا أن المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولا وتطبيق القرار رقم 1701. أصدر جيش الاحتلال قرارات بمنع التجمعات مع السماح للسكان بالذهاب إلى العمل إذا كان بالإمكان الوصول سريعا إلى ملاجئ الاحتماء مع الضربات الجوية. وطلبت إسرائيل السكان القريبين من أماكن ينشط فيها حزب الله بلبنان بالمغادرة فورا، فضلا عن إعلان مطار بن غوريون في إسرائيل وجود تأخيرات في مواعيد الرحلات الجوية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بشن ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان. حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من السفر إلى شمال إسرائيل ولبنان وغزة إلا للضرورة، وذلك بعد تصاعد التوتر والصراع بين إسرائيل وحزب الله. وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها أنها تراقب بشكل مستمر وعن كثب الوضع الأمني بعد تصاعد التوتر والصراع، مشيرة إلى أنها قد تفرض قيودا إضافية أو تمنع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين القول إن رئيس جهاز المخابرات ديفيد برنياع سيرأس وفدا إسرائيليا في محادثات وقف إطلاق النار بشأن غزة التي تجرى في القاهرة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المحادثات بشأن غزة في القاهرة بناءة. استشهد 8 فلسطينيين من بينهم رضيعة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ومخيم البريج وسط غزة. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابة.
استقبل معبر رفح البري اليوم 42 شاحنة مساعدة إنسانية تحمل مواد إغاثية وغذائية، وعشر شاحنات تحمل مشتقات بترولية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. في سياق متصل، حذرت عدد من المنظمات الأممية من استمرار مسلسل التجويع للمدنيين وانتشار الأوبئة ومرض شلل الأطفال، مع تفاقم عدد الأطفال غير المصحوبين وإصابة الكثير بحالات سوء التغذية في ظل تقليص المساحات الآمنة والمناطق الإنسانية. المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، نرصد تحليق للمسيرات الإسرائيلية وما يطلق عليها الزنانة في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة، ما يسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين. وأيضا منذ الصباح هناك سماع لدوي انفجارات متعددة في أماكن متفرقة من جنوب القطاع. أما عن المشهد الإنساني داخل قطاع غزة، حيث حذرت وأدانت العديد من المنظمات الأممية العالمية وأيضا المؤسسات الدولية حالة السوء وتفاقم الأوضاع داخل قطاع غزة، خاصة الأوضاع الإنسانية الخاصة بالأطفال، وأن هناك نسب كبيرة وكثيرة من الأطفال مصابة بسوء تغذية. نتحدث عن أكثر من 15,000 طفل داخل قطاع غزة وفقا لتقارير أممية ودولية مصابون بسوء تغذية. وأيضا إذا تحدثنا عن أكثر من 19,000 طفل غير مصحوبين، وهذا المصطلح الذي ذكرته المنظمة العالمية للطفولة اليونيسيف، أن الأطفال غير المصحوبين داخل قطاع غزة والمقدر عددهم بأكثر من 19,000 طفل هم الأطفال الذين فقدوا ذويهم من خلال القصف المستمر أو أيضا تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الإخلاء وأيضا التهجير القسري داخل القطاع للمدنيين من أماكن سكنهم ومن أيضا لقاء ذويهم إلى أماكن أخرى متفرقة. فهناك أكثر من 19,000 طفل غير مصحوبين وأيضا يفقدون ذويهم بشكل كبير. أما إذا تحدثنا عن مشهد المساعدات الإنسانية، حيث مر من معبر رفح البري على مدار اليوم 42 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية وأيضا 10 شاحنات محملة بالمشتقات البترولية، لكن على مدار الأيام السابقة استمرت حالة التعنت الإسرائيلي بإغلاق المعبر لأكثر من يومين. هذا الإغلاق أدى إلى عدم دخول أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية داخل المنافذ والمعابر، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من خلال الطرق الحدودية والتوجه إلى منفذ كرم أبو سالم. وأيضا هذه الحالة من التعنت أمام عدد كبير من الشاحنات المصطفى بطول وامتداد الطرق من مدينة العريش وتحديدا من المناطق اللوجستية بقرب من مطار العريش إلى مدينة رفح البري. هذا هو المشهد حول ما حدث اليوم من خلال المتابعة من أمام معبر رفح البري، وعودة إليكم. استقبل محافظ شمال سيناء خالد مجاور السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح. وخلال اللقاء بحث محافظ شمال سيناء مع السفير الفلسطيني عددا من الموضوعات والملفات المشتركة، مشيرا إلى استمرار المحافظة في استقبال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني. هذا وثمن السفير الفلسطيني بالقاهرة الدور الذي تقوم به المحافظة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ورعاية الفلسطينيين المتواجدين بشمال سيناء. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الرئيس الأوكراني زيلنسكي يقول إن المفاوضات جارية بشأن قمة ثانية للسلام. أهلا مجددا. قال حكم منطقة بلغرود الروسية إن 5 مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في قصف أوكراني لإحدى البلدات. وأضاف حكم المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا أن من بين المصابين 3 أطفال. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت في فبراير 2022.
أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن المفاوضات ما زالت جارية مع السعودية وقطر وتركيا وسويسرا بشأن القمة الثانية للسلام. وقال زيلنسكي أنه أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن دعمه لاستضافة الهند للقمة الثانية للسلام. وأشار زيلنسكي أن كييف لا يمكنها تنظيم القمة الثانية للسلام في بلد لم يوقع على البيان الختامي للقمة السابقة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء مسؤولية المحافظين بصورة كاملة في استيداء حقوق الدولة في الوحدات المنفذة لساكني المناطق غير الآمنة لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم. أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم وأنهم هم المستفيدون بها ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم. انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد تحت شعار المرأة وبناء الوعي. يستمر المؤتمر على مدار يومين. يتناول المؤتمر عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام. هذا وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع المشاركين في المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث أكدوا على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع. منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية والمرأة يعني خدت كتير جدا من حظها في كثير من المجالات، ويكفي الجانب الصحي واهتمام فخامته بكثير من الحملات التوعوية الصحية الخاصة بالمرأة. طبعا هو عنوان المؤتمر وتوقيت المؤتمر مهم جدا، طبعا كل عارف ما يشهده العالم من اضطرابات ومشاكل، ودور المرأة مهم جدا، دور المرأة غاية في الأهمية، لأن المرأة هي اللي بتقود المجتمع. نبقى ظلمنا المرأة لو قلنا أنها نصف المجتمع، بالعكس هي أكتر من كده، عدد النساء أكبر من عدد الرجال، وزي ما ذكر معالي الوزير في الجلسة الافتتاحية أن إذا كان الرجل بيظهر بمظهر القوة ظاهرا، لكن هذه القوة مستمدة مما يلقيه من رحمة ودفعة من المرأة، فدور المرأة مهم جدا، خاصة في الوقت اللي العالم كله بيبحث فيه عن الوعي، بيبحث فيه عن الأمان، بيبحث فيه عن ضبط عجلة المجتمع. الحقيقة المرأة المصرية مكرمة من 7000 سنة، وجاء حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، وتعاليم القرآن الكريم متمثلة في سورة النساء وغير ذلك، لتؤكد دور المرأة وأهمية المرأة في بناء الأمم وفي بناء المجتمعات في السلم والحرب. أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، أكد أن جريدة الأهرام رائدة في مجال نشر الفكر والثقافة وبناء الوعي المستنير والشخصية الوطنية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير آل الشيخ لمؤسسة الأهرام بصحبة السفير صالح بن عيد الحسيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. علاقة المملكة العربية السعودية مع مصر علاقة تكاملية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغني مصر عن المملكة ولا أن تستغني المملكة عن مصر، ومهما كان لابد أن نعلم وأن نكون على يقين أن هاتين الدولتين في خط مستقيم واحد، لا يستطيع أحد أن يؤثر في مسيرتهما الإصلاحية سواء الداخلية أو الخارجية أو العلاقات الدولية، وهما جناحي الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا هم القادرين بإذن الله على أن يحركون المنطقة وفق إن شاء الله
ما يحقق لأبناء المنطقة الأمن والسلام. واقع الجغرافيا السياسية والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين لدينا علاقات شديدة التميز والخصوصية ما بين الأمة المصرية والأمة السعودية، وأعتقد أن هذه العلاقات المتميزة هي صمام أمان لاستقرار العلاقات المصرية السعودية وضمان كمان لتطور أو مزيد من تطور وتعميق هذه العلاقات. أطلقت وزارة الصحة والسكان المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. يهدف المشروع، والذي يعد أحد تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 37,814,039 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في 31 من يوليو الماضي. ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارة المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن. تتواصل فعالية النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. فازت مصر بميداليتين ذهبية وفضية بمنافسات البطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العالمين الجديدة تحت وزن 46 كيلو، لتحصد بذلك مصر أول مركزين في هذا الوزن. ويشارك في البطولة العربية للجودو 10 دول، هي مصر والجزائر، المملكة العربية السعودية، الأردن، سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا واليمن. انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضي بمدينة العالمين والمقرر لها الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس الجاري للفئات العمرية للبراعم والشباب والناشئين. للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، ماذا عن البطولة العربية للجودو وأهم الفعاليات الرياضية وأيضا الفنية والثقافية مهرجان العالمين؟
أرحب بكم مجددا من مدينة العلمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم كل الفعاليات المختلفة المستمرة حتى هذه اللحظة في مهرجان العلمين الجديدة. ربما الانطلاقة القوية اليوم لبطولة الجودو هو الحدث الأبرز والفعالية الأهم اليوم في مهرجان العلمين الجديدة، وربما يعني هذه الفعالية مستمرة حتى هذه اللحظة في مشاركة اللاعبين من مختلف الدول العربية. نتحدث عن 10 دول عربية يتواجدون هنا في مدينة العلمين الجديدة. كان هناك بعض النزالات المختلفة للاعبين المشاركين منذ ظهر اليوم، وتستمر هذه النزالات حتى هذه اللحظة بحالة تنافسية كبيرة بين اللاعبين المشاركين للحصول على المراكز الأولى، ووسط حالة تشجيعية كبيرة أيضا من الجماهير التي أتت لتشجيع ومؤازرة يعني هذه الفرق المختلف واللاعبين المختلفين وأسر هؤلاء اللاعبين المتواجدين في مدينة العلمين الجديدة. وربما أيضا يعني كان لنا لقاء مع رئيس الاتحاد العربي للجودو، والذي وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة وللبطولات التي تقام في مصر واستضافة مدينة العلمين الجديدة هذه البطولة للعام الثاني على التوالي. وأغلب المشاركين من اللاعبين يشاركون للعام الثاني على التوالي، وتحدثوا عن الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العلمين الجديدة، والتي بالطبع يعني تساعدهم وتزيد من عملية الحماس والمنافسة بين اللاعبين المختلفين. وربما هذا المكان في المنطقة الترفيهية الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ليكون موجود في هذه البطولة، وتتواجد هذه البطولة بمشاركة كل هؤلاء اللاعبين. نتحدث عن 500 لاعب من اللاعبين المختلفين الذين يتواجدون على أرض مدينة العلمين الجديدة. وربما أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجه كل الدعم والإمكانيات لوجود هذه البطولة وإقامتها للعام الثاني على التوالي في مدينة العلمين الجديدة. وربما سنستطلع معكم يعني الآن هذه الصورة الحية لبعض النزالات وبعض اللاعبين المشاركين. نشاهد الآن لاعبين من مصر يعني يتواجهون في هذا النزال الخاص في مدينة العلمين الجديدة. بطولة قوية بحضور قوي جدا سواء من الجمهور أو حتى أعضاء لجنة التحكيم المشاركين، فهي صورة مشرفة الحقيقة لمصر في استضافة العديد من البطولات الرياضية، وتكون مدينة العلمين الجديدة وجهة سياحية ووجهة رياضية لاستضافة العديد من البطولات والفعاليات المختلفة ضمن النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة. ستتواصل هذه البطولة وسيواصل المشاركون في النزالات المختلفة حتى نهاية مهرجان العلمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات المختلفة والقوية جدا من مهرجان العلمين الجديدة. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من مدينة العلمين الجديدة. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. التفاصيل مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام نمر، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وصل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين. وقال كامل الوزير أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراض صناعية بمختلف القطاعات، أنه في حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض. كما أكد الوزير أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية.
التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية، وخلال اللقاء تم استعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود المجموعة الرامية إلى تحويل مصنعها في مصر، وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. تستعد محافظات الجمهورية لموسم جني القطن، حيث تم زيادة المساحة المزروعة من الذهب الأبيض في محافظات الصعيد بنسبة 56% عن العام الماضي. هذا وقد بدأ موسم حصاد محصول الأرز في بعض محافظات الجمهورية ويستمر حتى نهاية أكتوبر، ويعد الحصاد من أهم اللحظات في حياة المزارع لجني ثمار موسم كامل من العمل، خاصة فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي مثل الأرز والذرة. قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو إن إيطاليا حققت المركز الرابع عالميا من حيث الصادرات في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وكانت البيانات في الربع الأول من عام 2024 أوضحت أن إيطاليا وصلت إلى المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 168 مليار دولار لتتساوى لأول مرة مع الصادرات اليابانية، وجاءت الصين في المقدمة بقيمة 807 مليارات دولار، ثم الولايات المتحدة ب 507 مليارات دولار، وألمانيا ب 436 مليار دولار. أكدت وزارة التجارة الصينية أنها تتعارض بشدة قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا. أضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية، موضحة أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركتها بكل حزم. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وإلهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، إليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد بالشرق الأوسط. حزب الله يطلق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل، وتل أبيب تزعم إحباط الهجمات وتفرض حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة. القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بغزة. وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة، شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.